زمنها جاي حب ونار يبقى سلامة زهبارة زي غروبة منير زهبارة هي جاي منين أمها؟ من سما الحمد لله بالسلامة من غروبة الحمد لله زي غروبة الحمد لله بالسلامة إبراهيم الأمير ابن عمي خالد أهلا الحمد لله على السلامة عارف إبراهيم؟ بتاع فرنسا؟ الحمد لله على السلامة عارف إبراهيم؟ عامل إيه مش فاكر والله بارتي أخو عم يوسف أخو عم يوسف وزعفة فاكرك انا بارتي ابراهيم لا شفتك زمان صغير مش كده جيت مع مامتك ولو تفتكر انا اخذتك مره معايا الشغل وكان حتى في موقف ظريف هناك يعني حصل بينا ما بين زمايلنا هناك في الشغل بداوا يسالوك على فرنسا وعلى مصر وكده وهم كانوا من مسلمين يعني زمايلنا فقالوا لك كلمه حلوه كده انا لغايه دلوقتي يعني عجبان يعني بحكيها وكده لما قالوا لك لو اتنين اصحاب لو اتنين معاك واحد مسيحي وواحد مسلم هتصاحب مين فيهم فانت قلت لهم كلمه ظريفه جدا قلت لهم انا هصاحب صاحبي ودي كانت حلوه جدا يعني في حد ذاتها يعني وكان سنك صغير يعني التفكير من سن صغير بالنسبه لنا احنا هنا يعني حاجه كبيره يعني انت عرفته فكرته الحمد لله على السلامه اخو يوسف بقى اخوه عمل يسلمك الحمد لله على السلامه